اليوم انا في وهران كما قلت لك جبنا معنا المديرين العامين تاع المؤسسات الاموميه لان ليماج الصوره تاع الالعاب صوره الجزائر صوره وهران هما اللي يبرزوها وكل الصحافه الوطنيه سواء كانت خاصه او عموميه. وحنا نقولوا اليوم تكلمنا وكنا نتكلموا على التحضير، اليوم نقولوا بلي دخلنا في التنظيم لان اليوم لازم التحضير الميداني، يعني حنا داخلين في التنظيم الان والتنظيم الجزائر برهنت وتبرهن ان شاء الله بفضل هذه الالعاب بانها تكون في المستوى، وهذا تحدي ان شاء الله ننجحوا فيه كلنا سواء كنا مواطنين سواء صحفيين كل جزائريين هما معنيين بهذا التحدي وان شاء الله ننجحوا فيه وبفضل تضافر جهود الجميع. انا متفائل ان شاء الله باش نبينوا بلي بلادنا راهي قادره على مثل هذه التنظيم مثل هذه التظاهرات، وانا نتكلم على التغطيه الاعلاميه والتحضير الاعلامي من الان، مش يحتاجوا الالعاب من الان، لازم التحضير الاعلامي وابراز المجهودات اللي تديرها الدوله بالنسبه لتحضير هذه الالعاب لازم تبرز ان شاء الله في كل الصحافه.